السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم في درس جديد من دروس مادة العلوم العامة الصف الرابع الابتدائي. هيا بنا طالباتي نستمع إلى رؤية مدرستنا العزيزة. رؤية المدرسة، إعداد فتيات متعلمات مبدعات قادرات على بناء مجتمع واع متحضر محافظة على أخلاقه وقيمه ومستخدمة للتكنولوجيا الحديثة. قوانين البث المباشر، الإجراءات الوقائية من فيروس كورونا، غسل وتعقيم اليدين، الحفاظ على مسافة آمنة، يمنع مشاركة الطعام، ويمنع مشاركة أي أدوات مع شخص آخر. القيمة الشهرية الابتكار، أما القيمة الأسبوعية الإتقان. فلنراجع دلوقتي الطالبة عن ما تعلمناه سابقا. إن خصائص الأشياء الصلبة كتلتها ثابتة، حجمها ثابت، شكلها يتغير عند تعرضها للحرارة. يتغير شكل بعض الأشياء الصلبة في حال تعرضها لدرجات حرارة مرتفعة، لأن الأشياء الصلبة تنصهر وتصبح سائلة، أما كتلة الشيء الصلب فتبقى ثابتة. درسنا لهذا اليوم، ما خصائص المادة الصلبة؟ الجزء الثاني. أهداف الدرس، تستنتج ثبات خاصية الكتلة للمواد الصلبة التي يتغير شكلها من خلال نشاط استقصائي. تستنتج ثبات خاصية الحجم للأشكال المنتظمة وغير المنتظمة من خلال عرض العناصر. إذن هيا بنا إلى النشاط رقم 3. افتحي عزيزتي الطالبة الكتاب المدرسي صفحة 103. استقصاء كتلة الأشياء الصلبة. لدينا هنا أدوات النشاط، ورقة وزجاجة ومعجون وميزان. فلنقيس كتلة من هذه الأشياء. نكتب اسم الشيء الصلب وكتلته بعد تغير الشكل، ونلاحظ هل تغير شكله أم لا. فلدينا قطعة الورق، ومعجون اللعب، وقنينة بلاستيكية. إذن هل يتغير شكل المعجون بالضغط عليه؟ نعم. ماذا يحدث لقنينة الماء إذا تم عصرها؟ يتغير شكلها. حدد التغير الذي حدث لقطعة الورق. إذا ضغطنا عليها فإن شكلها يتغير. إذن ماذا تعلمنا؟ تعلمنا تبقى كتلة الشيء الصلب ثابت ولو تم تغيير شكله. حجم الشيء الصلب يمثل حجم الشيء الصلب مقدار الحيز الذي يشغله، ومن إحدى خصائص الشيء الصلب ثبات حجمه. افتحي عزيزتي الطالبة الكتاب صفحة 150. أي حالة من المادة تتسم بثبات شكلها وحجمها وكتلتها؟ نعم، إنها المادة الصلبة. لقد أنجزنا الهدف الأول، فلننجز الهدف الثاني. لدينا هنا هذه الأدوات، مسطرة، مخبار مدرب، ووعاء إزاحة، ولدينا أجسام صلبة، جسم منتظم وجسم غير منتظم. اللعبة البلاستيكية سوف تقاس. نعم، باستخدام وعاء الإزاحة.
أما المكعب سوف يقاس، نعم، بقانون الحجم باستخدام المسطرة. إذن فنقيس حجم اللعبة البلاستيكية قبل الضغط ونقيس حجمها بعد الضغط، ونفس الشيء بالنسبة للمكعب. إذن عند قياس حجم شكل صلب غير منتظم بستخدم وعاء الإزاحة. فعند محاولة تغيير حجم كل من الأشياء الصلبة باستخدام عملية الضغط، هل تغيرت إحدى القياسات؟ لا. ولماذا؟ لأن المادة الصلبة حجمها ثابت لا يتغير. إذن تعلمنا أن حجم الشيء الصلب لا يتغير. فلتفتح عزيزتي الطالبة الكتاب صفحة 108. إذا استطاع طالب قياس طول شيء شيء صلب طوله وعرضه وارتفاعه، فماذا نستخدم هذه القياسات؟ بنستخدم قياسات للحجم، قياس الحجم. وإذا قاس الطالب الطول والعرض والارتفاع بعد أسبوع، ماذا سوف يحدث؟ سوف تكون القياسات نفسها، لأن المادة الصلبة حجمها ثابت وشكلها ثابت. إلى النشاط رقم 5، كيف تبدو الجسيمات في المادة الصلبة؟ لدينا طبق بتري وخرز. أحرك الخرز في الطبق، ماذا سوف نلاحظ؟ حبات الخرز لا تتحرك. هيا بنا نرسم شكل حبات الخرز في الطبق بهذا الشكل. تمثل حبات الخرز جسيمات المادة الصلبة. إذن ماذا تعلمنا؟ تعلمنا أن تترتب جسيمات المادة الصلبة، ترتيبها لا يتغير. جميع الأشياء المصنوعة من المادة تتألف من أشياء صغيرة جدا تسمى الجسيمات. في الأشياء الصلبة بتكون هذه الجسيمات صغيرة قريبة جدا من بعضها البعض، مما يجعل حركتها بعيدة عن بعضها البعض أمرا صعبا، ولا يتغير حجم المادة الصلبة أو شكلها أو كتلتها. هيا بنا عزيزتي الطالبة فلتفتحي الكتاب المدرسي صفحة 108. لدينا هذا القلم، والقلم شيء صلب، فلترسمي عزيزتي الطالبة جسيمات المادة الموجودة في القلم، ولاحظي أنها سوف تكون جسيمات متقاربة جدا. إذا لقد أنجزنا الهدفين الأولين. الهدف الثالث، لدينا عزيزتي الطالبة الكتاب المدرسي 108. السؤال الثاني، للأشياء الصلبة شكل ثابت، اشرحي السبب. نعم، لأن جسيماتها لا تستطيع الحركة بحرية. أحسنتي. وانتهى درسنا لهذا اليوم. لا تنسي عزيزتي الطالبة حل الواجب المدرسي. دمتم في رعاية الله وحفظه.